يسلم ايديك على القهوة، كتير طيبة حبيبي، بس أنا صار لازم أمشي، بدك شي؟ صحتين وهنا حبيبي، الله معك، رح اشتاق لك كتير. وأنا كمان، على فكرة قضينا أسبوعين كتير حلوين بعد العرس، بس يعني صار وقت الشغل مو هيك؟ ايه معك حق حبيبي، روح الله معك. اليوم رح أعمل لك طبخة، رح تاكل أصابيعك وراها. يا عيني يا عيني، بلش الدلال، شو بدي أحلى من هيك؟ يلا بخاطرك. الله معك يا عمري. ايوه سيد مازن. ايه مين معي؟ وحدة حابة تخبرك عن شي ما بتعرفه، بتقدر تقول اني فعلت خير. ليش ضل بهاي الايام فعلين خير؟ قلي لي مين معي؟ مو مهم، بس بدي اقول لك كلمتين. مرتك ايناس كانت على علاقة مع شاب قبلك وحبلت منه، قام تخلى عنا فاضطرت تجهد بعيادة الدكتور اللي بعد شوي رح ابعت لك اسمه وعنوانه برسالة مشان تتأكد طبعا. لك انت شو عم تخبصي؟ وبطريقة بعد ما أجهضت عملت عملية بسيطة مشان تخدعك يا مسكين. خاطرك. وعدتك زبي ناس حبيبي، صدقني هالحكي مو صحيح. بس أنا رحت عياد دكتور وتكت بنفسي. ما شاء الله عندك سجل حافل هنيك، وهذا الشيء قبل ما أعرفك بسنة. وبلك أحكي، ليش ساكتة؟ شو بدي أحكي؟ هاي ضريبة البنت اللي بتحب من قلبها وبتأمن برجال ما بيستاهل. يعني بتعترفي؟ ايه بعترف، وبعترف اكتر بغبائي وطيبة قلبي اللي وصلتني لهون، لاني حبيت واحد ما بيستاهل الشي اللي قدمت له اياه. هذا علاك، وعلاك بصدي كمان. انت بنت هذا الزمن، والمفروض ما تسلمي حالك لشاب بده اياك قبل الزواج. تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه يلي بده إياك قبل الزواج ما بيكون بنيته يتزوجك من الأساس. مزبوط مزبوط؟ شو المزبوط إسرافك بحال نفسك؟ ولا كذبتك الكبيرة على زوجك؟ شو بدك يعني إلك الحقيقة مثلا؟ ما أنت رجل شرقي وما رح تتقبل هالموضوع. كنتي قليلي لك أدرى بعدين أحسن؟ يا أختي بجوز كنت تقبلت القصة. لا مو صحيح أبدا، أنت ما كنت رح تتقبل القصة ولا بأي طريقة. أنا قررت إنه عيش حياتي معك وبلش من جديد. أها جديدة؟ بس بتعرف وين المشكلة؟ وين؟ بالناس المريضة اللي إجت خبرتك. لو قالوا لحالهم خلينا نتركها تعيش حياتها هي وجوزها مبسوطين، شو كانوا خسروا؟ بس أنا عرفت مين اللي خبرك، هي الوحيدة اللي بتعرف هالسر. مين هي؟ قرايبتي، لأنه هي اللي راحت معي على الدكتور لما تركني الأستاذ واجه مصيري لحالي، وعملت حالة بتحبني كمان. على كل حال أنا رح روح ضب أغراضي، لأنه أنت أكيد ما بقى بدك يعني، إلا إذا قررت تسامحني وتحط لي عذر. عن إذنك.